السلام عليكم. بالمثل العربي نقول حشر مع الناس عيد. العقل الجمعي أو السوشيال بروف، لما الإنسان يفترض أن سلوك الأكثرية هو الصحيح، لأن ما معقول هذول كلهم خطأ وأني واحدة صحيح. فوين ما تروح الروجة ينجرف وياها. نقدر نقول أنه الانقياد للعقل الجمعي هو وسيلة غريزية موجودة بالإنسان حتى يحس بالأمان وسط الجماهير لما يصير جزء منهم. شوفوا مثال المصعد. هذا الشخص وقف بالمصعد بشكل طبيعي، بس لما دخلوا مجموعة متفقين وياهم مسبقا كلهم خلوا وجههم بالعكس. هالشي خلى هذا الشخص يعيش تحت ضغط نفسي حتى يندمج بالجماعة، مع أنه مو فاهم ليش هم واقفين بالعكس، بس شوية شوية بدأ يختلق أعذار حتى يفتر ويوقف مثلهم وما يكون هو الحالة الشاذة بيناتهم. فرق بين العقل الجمعي والعمل الجمعي. هاي الحلقة تحكي عن العقل الجمعي، لما تبطل تفكر وتوصل للقناعة الصحيحة بجهدك الخاص، وبدل هذا تسلم عقلك الفردي لهذا المجموع وتخلي الروجة تاخذك وين ما تريد. أما العمل الجمعي فهو شيء حلو، بس لما يكون عن قناعة عقلك الفردي وتنجمع ويا قناعات الآخرين الفردية، ونطلع للأربعينية سوا، ونروح للحشد سوا، وننزل للتظاهرات سوا، ويد الله مع الجماعة. العقل الجمعي حتى لو يوديك للجنة هم الله ما يريده، لأن انطاك عقل حتى لا تنساق وراء الآخرين، إلا إذا كان صاحب اختصاص فهذا موضوع آخر. يحكي لنا التاريخ عن الإمبراطور الروماني نيرون، ما ندري شنو مرضه النفسي. نيرون قعد من غبشة وتخيل نفسه يعيد بناء روما من جديد، فقرر يحرق المدينة. استمر الحريق أسبوع كامل وأكل 10 أحياء من أصل 14 حي. كل هذا ونيرون قاعد بالبروج يتفرج على الناس تحترق ويعزف على آلة الموسيقية. انطفت النار واشتعل غضب الرومانيين، لكن وهم مجتمعين على قصر نيرون يردون يحاسبوه، نشر إشاعة بين الناس أنه اللي افتعلوا الحريق هم المسيحيين، يعني واحد صاح عليهم ذولا مندسين، وبلش الهجوم على المسيحيين. حرقوهم أحياء، حبسوهم ويا الوحوش المفترسة، واستمرت المجزرة لمدة طويلة كلها على حكاية ذاك الصاح عليهم. لذلك النبي من يوصي أصحابه يقول لهم: لا تكونوا إمع، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. إشقد أكو ناس كانوا واقفين بحادثة الوثبة، بين اللي شارك وبين اللي وقف يتفرج أو يصور، كن على ثقة. وهواي منهم لما رجع للبيت ظل يسأل نفسه: أنا إيش كنت أسوي؟ وليش وقفت أتفرج؟ حتى البنية اللي شاركت بالتمثيل بجثة الولد، بالتحقيق لما سألوها عن الدافع شوفوا إيش قالت: أنا أول من جيت ما سمعت بالحادثة، جيت طلعت جوالي، لأنه أنا شغلي جواله مو أبقى بالخيمة، مسعفة جواله. طلعت للأحرار، بعدين شفت ماكو شيء، طلعت اتجهت للوثبة. أثناء ما اتجهت شفت الهوسة، فمن طلعوا كلنا هبينا، دفعت من شلون دفعت ورحت، صرت يعني بالهوسة، يعني حتى عمر وحياتي ما صرت بيجي مجموعة صراحة، بس هو شغلة تصير وصارت. دفعت حيل، شفت ولد، شفت بنية واقفة، فقلت له بس انطيني اياها، انه يعني قصد محروق قلبي وسمعت هيج. ضربته، جيت لابسة صدرية بيضة والشماغ الأحمر، وصرت بالهوسة وشفت ولد، قلت له بس انطيني السجينة، وانطاني اياها وضربته. وكتبت على عندي عقل اي شيء، ما فكرت، رحت بالهوسة. أهل البيت إش قد تأذوا من العقل الجمعي. معاوية اللي باقي ساعة وينهزم بالمعركة يرفع المصاحف على الرماح، اثنين ثلاثة بجيش الإمام ينخدعون، فيكونون عقل جمعي ضد قرار الإمام علي باستمرار الحرب. ونفسهم ذولا هم كونوا عقل جمعي بزمن الإمام الحسن عليه السلام ضد قرار توقف الحرب. القرآن الكريم يرسم مشهد أهل النار لما ينسألون: ما سلككم في سقر؟ واحد من أجوبتهم هو: كنا نخوض مع الخائضين. حتى لو كلها تقولش عندك منتخب ما راح يتغير شيء. لو شوف هذا البطران رايح محدث بطاقة الانتخابية. لا تنساق وراء العقل الجمعي وفكر بعقلك، ما دام أكو وعي وأكو همة معناتها أكو أمل. الإمام علي عليه السلام يقول: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع. وهنا شاهدنا أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فينجو. يعني لا هم يقدرون يفكرون ولا هم ماشين وراء عالم ينجيهم من الفتن. كفانا الله وإياكم شر الفتن ورزقنا الثبات والبصيرة، ونلتقيكم على خير.